فيما يخص الإجراءات اللي اتخذناها على مستوى القضاء الشعبي الجزائري بالنسبة لتفشي مرض كورونا، احنا خدينا جملة من الإجراءات يعني بور أبليكي دونك يعني القرارات تاع السلطات العمومية، وخصوصا فيما يخص استمرارية الخدمات على كل شبكة القضاء الشعبي الجزائري. احنا عندنا 150 وكالة وكل الخدمات هي مستمرة، ما كان حتى مشكل. وعلمنا كذلك بالإجراءات اللي خذيناها يعني المستوى الداخلي بالنسبة للعمال تاعنا فيما يخص لي برودوي، لوجيل هذاك، لي كون، لي ماسك، ودرنا كذلك دي بلاك دانفورماسيون اشتهم يعني الاحتياطات اللي لازم ناخذوها يعني بالنسبه لدخل الوكالة تاعنا. وكذلك واش نطلبوا من الزبائن تاعنا كي يدخلوا الوكالات باش يجروا العمليه تاعهم.